والتنفيذ عن طريق احمد خميس فنان الفجيره بيلعبها على طول خطره وجول جول فجرها الفجيره فجرها الفجيره وبامبا بامبا ينفجر في مرمى الشباب يسجل اول اهداف هذا اللقاء نعم هو عثمان بامبا الإفواري واول اهداف هذا اللقاء كره لعبه مقشره جميله من احمد خميس على راس عثمان بامبا بيحطها على طول براسه اللاعب الإفواري المتالق شوف بامبا على طول في المرمى يسجل اول اهداف هذا اللقاء ويتقدم للفجيرة الان بهدف مقابل لا شيء لا تفجرت المباراه ولعت المباراه راح تولع الان اكثر واكثر في بدايتها